هكذا تحول لبنان في جنوبه وبقاعه وحتى بيروته إلى ساحة حرب شنتها إسرائيل، وبدأت بها قبل أن تبدأ الحرب التي قيل على لسان نصر الله إنها ستكون طاحنة. فالطحن هنا وضح مدويا بموجات نارية اجتاحت مئات المنازل، تلك التي تخبئ صواريخ حزب الله ومنصاتها كما تقول إسرائيل. يرد حزب الله برشقات صاروخية على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، والأخيرة التي يتوعد رئيس حكومتها نتنياهو بأنها بداية أيام معقدة. كرست في أولها طائرة سلاح الجو الإسرائيلي بضرب المنازل والشوارع الرئيسية مشهد النزوح الجماعي، ذلك الذي يحدث في مستوطنة إسرائيلية. فيعلو صوت الموت هنا في بيروت التي لم يخفت بها قبل سنوات بتكرار دوامة العنف بين إسرائيل والحزب. أما معركة الحساب المفتوح التي توعد بها الحزب، وإن ظهرت بعض صورها في شوارع إسرائيلية، بدلت بالأرض المحروقة وتحولت قواعد الاشتباك إلى معركة عض أصابع من الطراز الصاروخي بين الطرفين. وسط احتدام تلك المعارك، بدأت دول في التحرك دبلوماسيا لمنع ذلك التوسع وعقد اللقاءات العاجلة والمكثفة في سياق عناوين الهدوء والتهدئة. يغيب الكلام إذن عن المشهد في لبنان وتحضر فيه رائحة الدمار، أي أن الحكاية خرجت من دائرة الجنوب إلى حرب قاسية، لتغيب كل احتمالات التوقع بماذا سيحدث في الساعات المقبلة.